ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قريبه ولا اخوه ولا أخوه؟ لا والده. والده اسمه حضرتك؟ محمد صبحي. محمد صبحي. استاذ محمد صبحي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير والله الحمد لله. وده ابنك البكري ولا ايه؟ ده ابني الكبير محمود. ازيك يا حوده؟ بسلمك الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ انت كنت في النادي بتعمل ايه؟ كنت بلعب كوره. والله انت ايه، حادثه ولا مولود طبيعي كده؟ لا خليت ربنا الحمد لله. طب ايه يعني، ما احنا مية مية الحمد لله، احنا طاقة ايجابية، احنا جبر الخواطر صح؟ انت طالب في ايه ولا ايه؟ انا في جامعة اللغة العربية المنصورة قسم تاريخ وحضارة. لغة عربية؟ منصورة. منصورة ازهر ولا؟ ازهر شريفة. طبعا الازهر. ولاعيب كورة؟ ايوه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. تحب مين في اللعيبة؟ شبه قفشة انت كده يعني. محمد صلاح. محمد صلاح. طيب نفسك تلعب كورة؟ نيتك ايه؟ العب كوره. العب كوره بنادي واحد يستهدف ولا حاجه يلعب كوره على طول. والله والله دي هوايته. دي هوايته كوره. طب حاسس انت في مشكله بالنسبه لك يعني؟ لا. في ناس تعترفش بيك مثلا كلاعيبه؟ الحمد لله. الحمد لله محمود يعني طول عمره صبور لان هو مولود خليت ربنا كده. وطول عمره بقى بصبره وبيكتب برجله وبيعمل كل شيء برجله. انت كل حاجه برجلك تعملها، تلبس نفسك وتعمل كل حاجه؟ لا اللبس ديت بقى برضك حاجه، برضك عجز ليا برضه. لوالدي اخويا وامي اختي كده. طب انت عاوزين نشوف، عاوزين كوره يا جماعه، معكش كوره انت، عاوزين حد يجيب لنا كوره كده. طب بس على ما تيجي الكوره، بالنسبه لك محمود ايه يعني؟ محمود يعني الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه من كده من غير دراعي، بقول الحمد لله على كل شيء. انا طبعا البني ادم من هنا عاوز استنى ضفر عيل من عيال. لا بس عايش طبيعي وبطل وجدع وكل حاجه طبيعي. الحمد لله. واكله وشربه طبيعي، وفي الدراسه بسم الله ما شاء الله، وفي اللعب يعني 100 100 برضه الحمد لله. لا مركزك ايه في اللعب؟ بنطع بالكوره. انت كده عاوز تتحدى مثلا، او يعني عاوز تقول للناس رساله يعني؟ عايز مثلا ان انا الناس اللي زي حالاتي ان هم يتحدوا عاقتهم، ما يتغلبوش، ان هم يتغلبوا عليها. يا عم ده احنا شفنا مئات، وبعدين في كوره جت اهي، دي احدث كره جايبينها لسه جايه من لندن على هنا. هتنطط ولا هتعمل ايه؟ ماشي سيبها نط على طول. نط يا عم، اهو هنشوف حوده. هو نجم هذا المشوار، فن الفنون، كل الجنون، لاعب الكرنفال، عال عال عال. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. نار 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 نار. طب انت لما بتلعب مركزك ايه يعني؟ تلعب ليبرو باك. ليبرو على طول بيمر باصل لزمايله وهكذا بيلعب معاه. انت بتلعب كوره انت؟ يعني زمان شويه يعني كده. زمان كنت بلعب كوره شويه. محمود ربنا يكرمك يا محمود. طب انت حاسس في مشاكل بتقابلكم او حاجه؟ لا الحمد لله، ربنا الحمد لله ما جابش مشاكل في سكتنا ابدا الحمد لله. الحمد لله. انت طالب سنه كام؟ سنه تانية. سنه تانية. لغه عربيه. هتبقى مدرس بقى ولا ايه بقى؟ مدرس تاريخ ان شاء الله. محمود وابوه بقول لكم مبسوط قابلتك، وعاوزك تبقى بطل، ونقدمك النهارده مثل للرياضه والتحدي. ويا ريت في حد يتمناه في نادي يكون ايه يلعب معاه. انت نفسك تبقى في نادي؟ لعيب. انتوا ساكنين في المحله؟ لا احنا في المحله. في المحله. طب عندكم نادي كتير المحله، وفي نادي بتاع 12 نادي. والله اتمنى هو كيجمع زمايله عادي ممكن في المحله. لا انا اقصد انه ممكن حد يتبنى هناك في النوادي يعني. يتمنى احد انديه المحله يتبنى بطل كلام من ذهب محمود، اللي بيلعب كوره واللي بيقول اجمد من اي حد، اكسر كل الحواجز وتطير في السماء، مش كده يا حوده؟ الحمد لله. سالك سؤال كده، في كم عظمه في راس الانسان؟ حوالي كام؟ كم عظمه؟ اقول لك 1 22 24 عظمه. 24 24 عظمه. وانت عني قلت الاجابه هي 22 و24 لما نشيل بتوع الاذن يبقى 22. 22 22 وعطينا الاذن يبقى 24. الاجابه 22. 22. طب انت خدت جايزه تعمل بيها ايه بقى محمود؟ والله يجيبه ربنا حاله. تديها لابوك بقى يا عم، في ايه؟ اول حاجه تديها لابوك ولا ايه؟ ولا تتجوز بيها ولا ايه؟ اخويا اولى بيه. يا ريتني اتجوزه بيه. والله شوف له بنتي الحلال اتجوزه بيه. لسه في سنه ثانيه يا عم، انت عاوز تخلص منه؟ لا الشباب دلوقتي كله بيتفتح دلوقتي عينه للجواز. طيب انا عاوز بس يكمل تعليمه كده، هو كده كده انا وان شاء الله ما كمل تعليمه هياخد سنه تربويه هناك في الجامعه. عشان ان شاء الله يتعين في الكليه. تمام. طيب احنا بنكمل معاكم،
ومحمود وابوه اللي بيلعب كوره نفسه يبقى في نادي في المحله، ممكن ولا لا؟ اللي ممكن ان هو يعيش معانا لحظه فرح جميله، جبر الخواطر، برنامج كلام من ذهب هديه السيد الرئيس، بياخدوا معانا المبلغ والجايزه. واخر مره الراس فيها كم عظمه؟ 22 عظمه. 22 عظمه 24. 22 و24 بالاذن. 22 عظمه مبادره هديه السيد الرئيس، مش 22 بقى، 25,000 جنيه. مبروك ليك يا محمود وابوك. قول له مبروك يا ابا.